الصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين، أما بعد، النهاردة بنكمل بقية المحاضرات بتاعتنا. دخلنا للسيستم والمانجر. أول جزء هناخده إزاي نعرض قواعد البيانات الموجودة جوه السيستم. فالأمر الأولاني بقول له عايزين نعرض قواعد البيانات الموجودة جوه السيستم، فبنقول له select اعرض from all underscore users common author. يبقى الكلام ده امتى؟ وانا جوه السيستم عايز اشوف كل قواعد البيانات اللي انشئت داخل السيستم، ثم اضغط انتر select star from all underscore user، هيعرض لي كل قواعد البيانات دي. الجزئيه الاولانيه ادي قاعده اسمها سيستم، قاعده اسمها سيستم، كل قواعد بقى سكوت، وادي طريق انشائها، وادي الاعداد الموجوده فيها، وادي قاعده البيانات اللي انشأناها في المحاضره اللي فاتت اللي اسمها احمد. لو عايزين نعرض قواعد البيانات بشيء من التفصيل فهنقول له الامر الثاني، ودي اوامر خاصه. كل الاوامر اللي خدناها قبل كده اوامر ممكن تتنفس في لغات برمجه زي الفيجوال بيزيك وزي الاكسس وزي السايبيز والفورماكس الى اخره، نتكلم هنا على اوامر خاصه داخل بيئه الاس كيو ال. الامر الثاني ان احنا ممكن نقول سيلكت، وهذا الامر بديل، سيلكت ستار فروم، بدل اول اقول له دي بي اي اندرسكور يوزرز كومن اوتر. هنا هيعرض بشيء من التفصيل كل قاعده بيانات، وهيعرض لنا تاريخ انشائها وهل لها كلمه سر ولا لا. ادي الامر السابق اللي احنا اتكلمنا عليه، يبقى دول امرين مهمين جدا. طيب عايز اعرف محتويات سلة المهملات اللي متعلقة بأوريكل. كل برنامج ليه سلة مهملات أو ريسايكل بن، ولأن الأوريكل بتسمع في جميع أنظمة التشغيل فلا ريسايكل بن خاص بيها. فتعالى بينا نشوف سلة المهملات اللي هي موجودة في الأوريكل. فهقول له إيه؟ هقول له سيلكت يعرض لي الكل فروم ريسايكل بن. ما فيش حاجة موجودة. select star from recycle bin، ما فيش حاجة تم حذفها عشان يبدأ في عملية العرض. يبقى ده الأمر الخاص بعرض محتويات سلة المهملات. طيب لو أنا عندي قاعدة بيانات زي احمد اللي احنا انشأناه في المحاضره اللي فاتت، عايز احذفها، عايز احذف قاعده البيانات. قاعده البيانات لو نتذكر ان كانت احمد وكان الثلاثه ايه. قبل ما اقول ازاي نحذف قاعده البيانات، تعالى بينا ان احنا كنا عملنا صلاحيات، عايزين نحول الصلاحيات لشخص اخر. يبقى ازاي نلغي الصلاحيات بتاعتها او ندي الصلاحيات لشخص اخر؟ عشان انفذها باسلوب صح، المفترض ان انا اكون جوه قاعده البيانات. فهعمل دلوقتي كونكت احمد، الباسورد بتاعه 3 ايه، ده قاعده البيانات اللي احنا انشأناها امبارح. خلاص لو عملت شو اليوزر هيطلع لي احمد. عايز ادي صلاحيات احمد اللي هو اسمه داتا بيز ادمنستريتور مدير قاعده الى شخص اخر. فهقول له ايه؟ هقول له امر جرانت دي بي اي، ادي صلاحيات قاعده البيانات تو الى طارق.
identified 3 تي كومن اوبن. identified 3 تي. طيب هنشيل identified، نشيل كلمة السر ونشوف. وقلنا له ار لازم نعديها لثلاثة تي. هنعمل إعادة ونخلي الباسورد بتاعه identified by باي 3 تي. identified يجب أن تتبع بباي. grant database to طارق هعمل connect للسيستم. المانجر وبعدين هيتني الامر هنا جرانت جرانت دي بي اي داتابيز تو طارق ايدنتيفايد باي 3 تي. إذن هذا الأمر ينفذ من داخل السيستم. بدي صلاحيات مدير قاعدة البيانات لواحد اسمه طارق بكلمة سر 3 تي لمنح صلاحية. طيب عايزين ازاي نلغي هذه الصلاحية؟ يبقى انا دلوقتي كلمة دي بي ال هي داتا بيز ادمنستريتور، ما ينفعش ان انا امنع صلاحية غير من وانا كبير، وعشان انا اكون كبير ما ينفعش اكون جوه قاعدة بيانات. لو انا جوه قاعدة بيانات هستخدم امر اسمه رول، ان انا امنح دور وليس صلاحيات بالمفهوم بتاعنا. يبقى رحت للسيستم وانا في السيستم متأكد ان في السيرفر والسيرفر فيه داتا بيز ادمنستريتور، فبدي صلاحية اسمها جراند دي بي اي تو اسم الشخص ايدنتيفاي كلمة السر. طب عايزين نحذف هذه الصلاحية، عشان نمحو هذه الصلاحية او نسحب هذه الصلاحية هنعمل ايه؟ هقول له ريفوك شيل او الغي صلاحية الكونكت صلاحية الاتصال صلاحية الاتصال ل طارق، ما تدخلش يعرف اتصل بقاعدة البيانات. ريفوك كونكت تو طارق كونكت ناقصة هنا بس هنضيف لها ريسورس. الأوامر ديت مهمة لأنها تبع الأوركل بس. آدي ري source resource ونقول R. هننشئ قاعدة بيانات هنسميها test. هقول create create a user test identified by 3 تي identified by 3 دي default default a table space
سيستم. تمبراري تيبل سبيس تم كوتا كيو يو او تي اي كوتا ميت ميجا اون سيستم. كده ان شاء الله قاعده بيانات اسمها تيست كلمه سر 3 تي. هنمنح الصلاحيات ثم هننشئ جداول ندخل البيانات. طيب وانا برضو في السيستم ابدا ادي صلاحيات، صلاحيه الاتصال زي ما قلنا وصلاحيه انشاء الجداول. صلاحيه الاتصال اللي هي الجراند كونكت تو فلان، ادي جراند كونكت تو تيست، ده صلاحية الاتصال. صلاحية إنشاء أي جدول اللي هي grant create any table to test. بعد ذلك أخش جوه قاعدة البيانات هعمل connect test بثلاثة تي، أصبحت متصل. هنبدأ ننشئ الجدول بتاعنا. بعد ما أعطينا الصلاحيات هنبدأ ننشئ الجدول عشان نبدأ ندخل بيانات. قاعدة البيانات بتاعتنا خاصة بالمدارس والطلبة، فأقول له create create ال table create ال table school. الحقل بتاعي in underscore s، الحقل ده number، مساحته 3 حروف 3 أرقام 3 خانات. هنديله حاجة اسمها not null، not null اللي هي يجب ألا يترك فارغا. ثم name، لما أجي أنشئ قاعدة بيانات لازم أكتبها الأول على الورق عشان ممكن يحصل خطأ أثناء الكتابة. name underscore s ديت فاركر 2. ده خاص بيها الاسم، خليناها 40. يبقى اسم الشخص هيكون في حدود 40 حرف كحد أقصى. ثم اللوك اللي هو الموقع underscore s، واس انا برمز لها كمبرمج لسكول. يبقى لوك underscore s far carter 2 خليها 50 حرف. هنحط القيد بتاعي، القيد هنا هوت، احنا حطينا قيد في الاول اللي هو نوت نال. القيد الثاني عايز اقول له فين المفتاح الاساسي اللي هو البرايمري كي. البرايمري كي بتاعي القيد عن طريق كونسترينت. كونسترينت اسم الجدول سكول، وبعدين اسم المفتاح ان اندر سكول اس، وبعدين اندر سكول بي كي اللي هي برايمري. برايمري
برايمري كي برايمري كي لمين؟ للان اندر سكول اس. وبعدين اقفل الجدول وكوما ونقطه. يبقى كده انشأنا اول جدول، تم تكوين الجدول الاولاني. اقدر على طول استخدم انسيرت انتو فاليوز وادخل البيانات مباشره من غير ليه، لان هو ده جدول الاب، يبقى انا اقدر ادخل البيانات من غير اي مشكله. لكن المشكله هتكون في الجدول الابن اللي هو الجدول المرتبط في ادخال البيانات. يبقى انا عملت كرييت تيبل سكول، كتبت الانشاء عادي جدا، بس حطيت قيد. القيد ايه هو؟ ان انا بعرف السيرفر مين هو المفتاح الاساسي. يبقى كونسترينت وبعدين اسم الجدول سكول اندر سكول شرطه سفليه، اسم الحقل اللي انا عايزه ان اندر سكول هنبدا دلوقتي انشاء الجدول الثاني اللي هو خاص بالطلاب. هقول له create التيبل student، يبقى اسم الجدول بتاعي student. الحقول اللي جوه هذا الجدول، الحقول، الحقل الاولاني stu، انا كمبرمج برمز للستودنت اندر سكول ان، يبقى اسم الحقل stu اندر سكول ان. نوع ايه؟ نمبر. كم خانة؟ 4. ده اول واحد. الثاني اسم الطالب stu اندر سكول نيم. نوع ايه؟ فاركر. 2. ياخد قد ايه اسم الطالب؟ والله انا عايز ياخد 20 بس، 20 حرف. الحاجة التالتة عنوان الطالب، بس انا حبيت احط هنا قيد. يبقى بعد ما كتبت فاركر 2 قلت له نوت نال، يجب ان يحتوي على بيانات، لان مهم جدا يكون اسم الطالب يحتوي على بيانات. جدول الطالب يعني رقم الطالب وعنوانه وطفين اسمه، يبقى نوت نال. انا اللي بحدد هذه القيود. القيد او الحقل الثالث العنوان stu. السلام عليكم. stu اندر سكول، يبقى هنتكلمنا دلوقتي على الرقم ثم الاسم ثم العنوان اللي هي اد. ونوع ايه؟ فاركر 2. مساحته قد ايه؟ 30. كده انا خلصت، مش عايز غير دول التلاته دول فقط، مش عايز اي بيانات تانيه. عايز دلوقتي اعمل القيد. طيب من القيد الاولاني اللي هعمله ان انا احدد مين المفتاح الاساسي. القيد التاني انا هعمله مين المفتاح الاجنبي البرايمري كي الفورين كي اللي هو بيرتبط بالجدول الاب. يبقى دلوقتي انا عايز مين يكون المفتاح الاساسي؟ عايز والله يكون الرقم. يبقى هقول له ايه؟ كونسترينت ثم اسم الجدول، اسم الجدول ذات نفسه ستودنت اندر سكول. اسم الحقل اللي انا عايزه يكون مفتاح اساسي اسمه اس تي يو اندر سكول ان. وبعدين شرطة سفلية عايز يكون بي كي، قلنا بي كي يعني برايمري كي. برايمري كي لمين؟ للاس تي يو اندر سكول ان. لو انا وقفت وقفلت يبقى ده جدول تاني، بس بدون ما احدد ارتباطه ما بينه وما بين الجدول الاب بتاع سكول. هنلاحظ ان نفس الكلام اللي فوق هو اللي تحت، ما زودناش حاجه. كرييت التيبل اسمه، وبعدين اسم الحقل
بأي طريق، ثم نوعه والمساحة بتاعته، ثم اسم الحقل التاني نوعه والمساحة بتاعته، ثم اسم الحقل التالت وهكذا. الشرط قلت له كونسترينت اللي هو القيد بتاعك، ان وبعدين اسم الجدول اللي هو الستودنت اندر سكور اسم الحقل ده خليه بي كي. بي كي يعني ايه؟ يعني برايمري كي لاسم هذا الحقل. لو وقفت كده يبقى كل جدول من دول هيغني على نفسه. فالجديد بقى ان احنا عايزين نعمل مفتاح اجنبي نربطه. هنعمل ايه في المفتاح الاجنبي؟ هنقول له كونسترينت دي الاضافه على اللي احنا قلناه في الاولاني، كونسترينت وبعدين اسم الجدول student underscore الحقل اللي انا عايزه يتربط. اسف، هنمسح لحد دي لان احنا لازم نحط الحقل المربوط الاول، لازم نحط الحقل المربوط الاول. هو كده واقف على عملية الإنشاء. ثم هنبدأ نحط القيد الخاص بالمفتاح الأجنبي أو المفتاح الفرعي. هقول له constraint اسم الجدول الحالي student شرطة سفلية، الحقل اللي هو موجود عندي وعايز اربطه اسمه ان اندرسكول اس، ان اندرسكول اس هان اندرسكول اف كي، واف كي ديت اختصار كلمة فورين. كي لمين؟ لي الان اندرسكول اس. ثم هاشير اليها في انهي جدول؟ هقول له ريفرنس اسم الجدول الموجود فيه هذا المفتاح اللي هو سكول، واسم الحقل الموجود في سكول اسمه ان اندرسكول اس. ثم هنقفل الجدول، ثم هنقفل اللي ان اندر سكول الصغيره، ثم هنقفل انشاء الجدول وبعدين كوما منقوطه. كده تم تكوين الجدول بنجاح، اصبح عندي جدولين بالقيود بتاعتهم. المشكله كلها في عمليه التسجيل تكون خاصه بايه؟ اللي هو الجدول الابن، لها قواعد. هذه القواعد في البدايه ممكن الانسان يتدرب على حفظها، بعد كده حتى عن طريق الممارسة العملية أصبحت سهلة. ثم بعد ذلك أبدأ أدخل بيانات. لو عايز أدخل بيانات في جدول سكول هقول له insert into school values إيه هي القيم اللي احنا عايزينها؟ كون الأول عايزين رقم يبقى رقم عادي وبعدين فاصلة، ثم اسم المدرسة يبقى سنجل كود واسم المدرسة،
بقى في السنجل كو. ثم العنوان، العنوان ده نص لانه فكر تو. وبعدين اقفل جدول القيم واحط كومن اوضه كده. حطينا صف واقدر ادخل البيانات اللي انا عايزها. طيب تعالى بينا نحط بيانات في الجدول الثاني بتاع ستودنت. قول له انسرت انتو ستودنت فاليوز بتاع قوس، عايزين رقم الطالب واحد، ثم اسم الطالب. طب نوع بيانه ايه؟ فركرتو يبقى سنجل كوتيشن، وبعدين هكتب اسم الطالب. الحاجة التالتة عنوان الطالب، ده فركرتو برضو، يبقى هكتبها الحقل الرابع رقم المدرسة. رقم المدرسة، طارق أنهي مدرسة؟ في المدرسة رقم واحد، يبقى أقول له رقم واحد مش رقم اتنين. كده أنا دخلت البيانات، أقفل وكومة منقوطة وأقول له انتر. يبقى كده احنا راعينا اسم المدرسة، دخلنا البيانات هنا ودخلنا البيانات هنا بنجاح. يبقى دي فكرة عن إنشاء قاعدة بيانات. شفنا الطريقة بتاعتها، الصعوبة قد تكمن في كتابة القيد الخاص بالفورين كي، بس عشان أكون ذكي ولماح لازم أعمل ربط ما بينهم، أشوف الحقل أو المفتاح الأساسي في الجدول الأولاني ونفس الاسم أقرره هوت في الجدول الثاني، وهذا الحقل أعمل له القيد أهو اللي هو اسمه فورين كي، فهذا الحقل المضاف اللي هو يمكن لا يرتبط للطالب بشيء، لكن عشان أقدر أجيب اسم المدرسة وأجيب عنوان المدرسة وأعمل كل حاجة. دي الفكرة الخاصة بيها. آخر جزء، إزاي نلغي قاعدة بيانات، إزاي ألغي قاعدة بيانات. يبقى لازم أروح للسيستم وهستخدم أمر اسمه الدروب يوزر، ثم اسم قاعدة البيانات، ووراها كلمة كاسكت لازم، بعدين كومة منقوطة، يعني الغيها بكل محتوياتها. يبقى احنا لو قلنا له روحنا كده اهوت، ادي كونكت كونكت للسيستم، وكتبنا مانجر. قال احنا دلوقتي عايز الغي، اقول له دروب. نتذكر كده لو انا عايز اعرض قاعده البيانات بقول له سيلكت ستار فروم اول اندر سكول يوزرز كومن اوت، هيعرض لي قاعده البيانات اللي من ضمنهم قاعده بيانات الخاصه ب تيست اللي احنا عملناها من شويه. اهي قاعده بيانات تيست، ادي قاعده بيانات تيست اللي اتعملت من شويه، تاريخ انشائها 1/3/2011. لو انا عايز الغي هقول له دروب اليوزر ثم قاعدة البيانات اللي اسمها تيست، قاعدة البيانات اللي اسمها تيست. طب هنلغي قاعدة البيانات اسمها أحمد، أحمد خلينا نحتفظ بقاعدة البيانات اللي احنا انشأناها دي اللي عشان نستخدمها في المشتري بعد كده. دروب اليوزر أحمد كاسكيد تكون منقوطة. ده ازاي تحذف قاعدة بيانات سبق إنشائها. تحذف بجميع الجداول اللي فيها بجميع العلاقات. بعد ما هيتم الحذف هيقول لي ان قاعدة البيانات عملها دروب. هنكتفي بهذا الجزء وإن شاء الله هنتقابل في المستوى التاني.